صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. ممكن تعرفنا بحضرتك؟ انا اسمي الدكتور مصطفى الحمامي، استاذ جراحه القلب والصدر في كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك. كنا حابين نعرف من حضرتك ايه فوائد الدعامات واجراء جراحه بديله في القلب يعني، وايه اللي بيحصل اثناء العمليه؟ الدعامات والجراحه البديله يعني هي الدعامات ده شيء، والجراحات الاخرى اللي هي بيجريها الجراحين للقلب ده شيء تاني خالص. يعني العمليات دي كلها بتجرى المرضى الشرايين التاجيه اللي هم عندهم اصابه وعندهم ضيق في الشريان التاجي وتعرضوا لذبحات صدريه متكرره وابتدى يحصل ضيق في هذا الشريان. المريض بحاجه لمساعده ومحتاج لعلاج. الضيق ده اول طريق بياخده هو تركيب الدعامات، يعني اثناء العمليه في القسطره بيدخلوا الاول بالونه يوسعوا الشريان اللي ضيق وبعدين يركبوا دعامه بحيث ان هذه الدعامه لا تسمح بضيق الشريان لمره ثانيه. طبعا الدعامات التكنولوجي بتاعها اتطور جدا في السنين اللي فاتت، ودلوقتي اصبحت دعامات بيحطوا فيها ادويه معينه عشان تقلل التجلط وتذوب الجلطات اللي موجوده، فبتعيش فترات طويله. وعن طريق دعامات المرضى حقيقه بيقدروا يعني يعيشوا حياة كويسة، بيمارسوا رياضة، بيقدروا يتحركوا ويمارسوا النشاط بتاعهم وبيعودوا للعمل بصورة سريعة. ولكن هناك جزء من المرضى بيبقى حوالي يمكن 10% الدعامات لا تصلح ليه، يعني ما ينفعش، شكل الشرايين لا يصلح لها الدعامات، اللي هي ان يكون في اصابه في 3 شرايين او اكثر، انهم يكون ما عندهم مرض السكر مع المرض في الشرايين، ان يكون عندهم حاجه للتدخل الجراحي في صمامات مثلا مع الشرايين، فبيحتاجوا لإلى تدخل جراحي. التدخل الجراحي احنا بيبقى في صوره شرايين بديله، احنا بناخد له شرايين بديله اللي احنا بنقول عليها الكباري او الوصلات الشريانيه الجراحيه، غالبا بناخدها من القدم من الساق او بناخدها من الشريان الثدي اللي هو موجود في جدار الصدر، وبنزرعها على الشريان التاجي نفسه علشان تغذي الشرايين التاجيه، والمريض يحصل فيه تدفق تاني للشرايين التاجيه والقلب بتاعه يرجع بكفاءه. الفكره في الاثنين سواء حط دعامه او عمل عمليه ان القلب يحافظ على الكفاءه بتاعته، يحافظ على قوته، ما يحصلوش تدهور، لانه لو انقطع الدم او قل الدم عن العضله بتاعه القلب يحصل فيها نوع من التدهور في الوظيفه بتاعتها وفي الكفاءه بتاعتها. فيبقى الهدف الاساسي سواء في الدعامه او في الجراحات البديله اللي هي تغيير الشرايين التاجيه او ووصلات الشرايين التاجيه، ان احنا نحافظ على قوه العضله بتاعه القلب، مما يسمح للمريض ان هو يمارس الحياه بتاعته الطبيعيه بشكل عادي يعني وبشكل طبيعي يعني. طب المريض بيحتاج وقت قد ايه بعد الجراحه عشان يعني يبقى في حاله شفاء تام؟ وبيعاني، هل بيعاني من الم بعد العمليه؟ لو اتكلمنا عن الدعامات ما بيحتاجش وقت كبير، لان الدعامات ليس فيها اي تدخل يعني بالمشرط وجراحه، فالنقاهه فيها بتبقى قليله قوي. يعني المريض يمكن بيخرج من المستشفى ثاني يوم من اجراء التدخل بالدعامات، وبعدين بيبتدي يمارس حياته بالتدريج. في العمليات الجراحيه عشان بيبقى فيها نوع من شق الصدر والجراحات التقليديه، لا المريض بيحتاج حوالي 6 اسابيع. 6 اسابيع للاستشفاء، وبياخد فتره نقاهه، بياخد فيها ادويه، بياخد فيها مثبطات للالم، وبياخد بقى فيها ادويه بتقلل ضربات القلب وادويه اخرى يعني بتقلل بقى الدهون واسبرين وحاجات بتعمل بتزود السيوله في الدم عشان ما يحصلش الجلطات دي مره ثانيه. لكن في المعتاد 6 اسابيع كافيه ان المريض يحصل له نوع من النقاهه ويحصل فيه التئام للعظمه اللي هي بتاعه عظمه القص والتئام للجرح بتاعه، ويرجع تاني يمارس الحياه بتاعته برضه بالتدريج. يعني بنمنعه يمكن بعد العمليه يقعد فتره ما يشيلش اوزان ثقيله، وطبعا بنديله بقى تعليمات كتيره بعد العمليه عشان يحافظ على الشرايين الجديده اللي هي اديناها له يعني ان شاء الله. طيب ايه العلاجات اللي بيمشي عليها المريض بعد العمليه يعني بتساعده في الشفاء؟ اهم حاجه هي الادويه اللي هتقلل له عوامل الخطوره بتاعته. معظم المرضى اللي بيعملوا جراحات شرايين تاجيه بيبقوا مرضى عندهم مرض السكري، فلازم ياخد الادويه اللي بتاعه السكر ويتناولها وبحذر شديد يعني بدقه شديده جدا بحيث ان مستوى السكر في دمه ما يعلاش. هو عدو المريض ده السكر. لو السكر ارتفع هترجع تاني حتى الشرايين الجديده بتاعته ترجع تتسد تاني، وده شيء مش مطلوب تاني. تاني حاجه بياخد ادويه اللي هي بتقلل نسبه الدهون في الدم عشان ما يحصلش ترسبات وتراكمات على الشرايين الاصليه وعلى الشرايين الجديده اللي احنا مركبينها. بياخد اسبرين علشان السيوله، والاسبرين ده يعني دواء فعال جدا في الحالات دهيت. ساعات بياخد برضو ادويه ثانيه بتمنع التصاق الصفائح الدمويه.
ممكن برضو حسب حالة المريض نديله حاجات مدرة للبول عشان ينزل المية الزيادة اللي موجودة في جسمه فيقلل الانتفاخات اللي موجودة عنده. وإذا كان مثلا هذا المريض بيعاني من الضغط، لأن نسبة برضو 40% يمكن من الحالات دي بيبقى عندها ارتفاع في ضغط الدم، فبتناول برضو هذه الأدوية. بعيدا بقى عن الأدوية احنا بنديله نصائح تانية. نمرة واحد يبطل تدخين، لأن نسبة كبيرة منهم بيبقوا مدخنين، يمتنع تماما عن التدخين، سواء تدخين إيجابي تدخين سلبي، ما عودش في أعداد فيها الدخان. يمارس الرياضة، لازم يمارس رياضة نص ساعة تلت ساعة في اليوم، مش يجري يعني، على الأقل يمشي مشي سريع شوية، يحافظ على وزنه، يبعد عن الضغط العصبي بقى ملوش لازمة يعني. إذا كان عنده ضغط عصبي في بيته أو في شغله يحاول يقلل الضغط اللي موجود فيه عشان يحافظ على هذه الشرايين إنها تعيش لفترة طويلة. من المقدر إن الشرايين البديلة اللي احنا بنزرعها في غرفة العمليات بتعيش 90% منها بتعيش لمدة حوالي 12 أو 15 سنة، وده رقم كويس بيتيح للمريض يعني ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي. ميرسي جدا لحضرتك. انا اللي شاكر لك على اللقاء ده. شكرا جزيلا يا فندم.